السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى تكونوا بصحه جيده، نهار جديد وفيديو جديد. هنا رانا نهايله في البال البنات. المهم غادي ان شاء الله كل فيديو غنوريكم من كانت قد حوايج البال زوينين، وغنشارك معكم واحد الخبيزات ديال البانيني طيبين البنات في البانيني، مع طيبوا في الفران عاد بروس منيشه في البانيني كيجيو واعرين. وغنشارك معكم حتى البانيني اللي قلت لكم كطيب زوين فنه وعن تجربه يا البنات، وغنشارك معكم نهاري كي داز. وان شاء الله الفيديو كنتمناه يعجبكم، ونبغي نشكركم في اي فيديو غادي نشكركم على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا. الله يحفظكم يا ربي، والله يعطيكم كل ما كتمنوا في خاطركم ويخلي لكم وليداتكم. وكما كتشوفوا هنا راني طيبتهم، غنوريكم من الداخل كي جاو. هنا البنات راه غير البدايه ديال الفيديو، انا غنحطهم معكم بالتفصيل، الا العجينه راني فايته حاطه مبغيتش نعاود نحطها، ولكن غنخليها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. هنا انا نت في الصباح البنات ما عنديش الخبز، ما صابحش عندي الخبز، نت غادي ندير حريشه للدراري وغنديرها في البانيني. بعض الاخوات كانوا يسولوا على الحرشه في البانيني، غنشاركها معكم كتجي زوينه. هنا الحرشه العاديه ديالي كندير فيها شويه الزيت، شويه الخميره، شويه السكر ومليحه يا البنات، تما درت غير نص خميره ومليحه، وكنخلطها بالماء بارد وكنخلطها مزيان، وكنخليها في الاول كنخليها مطلوقه، كنخليهاش قاصحه، حيت ملي كتخليوها قاصحه راه كتفرتت ليكم، مجرد ما كتبغيو تقرصوها كتشقق ليكم من الجناب. صافي غنخليها ترتاح شويه وغادي نجيب البانيني باش ندوي ليكم عليها. صافي يا البنات كما كتشوفوا تما راني خلطت الحرشه وغادي نخليها على جنب. شوفوا راه كتبان لكم مطلوقه، نخليها تشرب. وهنا غادي ندوز نوريكم البنات البانيني نشاركها معكم اللي كتجينا من الموقع ديال وادوكس. بانيني زوينه فنه، كتسخن دغيا، الوات تاعها 2200 وات، اقتصاديه ما كتاكلش الضو. انا غنقول لكم في الفيديو علاش ما كتاكلش الضو. كتجينا خمسه ديال الدرجات ديال الحراره، ممكن من 0 حتى 5. بالنسبه للعرض تاعها 30 سنتيم والطول ديالها 20 سنتيم، كتحل البنات على 180 درجه، يعني ممكن نحلوها هكا كامله ونشوو فيها نكريو فيها، منها بلانشا منها بانيني منها البنات شوايه. بالنسبه كيبغيو نحلوها كتشوفوني واحد البطونه كان هادي كنهزوها وكنحلو، ومني كنبغيو نرجعوها كما كانت ما كنعاودوش نخدمو بهاديك، صافي غير في الاول اللي كنهزوها هكا صافي. بالنسبه للبنات بالنسبه لسميتو البانيني كتجي البنات كاين سيراميك وكاين طيفلونيك، هذه طيفلونيك بحال البلانش اللي عندي اللي كندير فيها المسمن، مخيره غير قابله للالتصاق، ما كتلصقش اطلاقا، وحتى بالنسبه للتنظيف ديالها راه ساهل، كيجي معاها واحد المجار طويل. بالنسبه لذاك المجار ملي كنحلوها اي عصاره ديال اللحم ولا الكفته ولا السوسيس ولا كتهبط في ذاك المجار، يعني كيخدم لهاديك ملي كنحلوها كيخدم ليهم بجوج، يعني ماشي غير الوحده. هنا انا غادي نطيب فيها الحرشه حيت واحد الاخت كانت بغات الحرشه في البانيني، غادي نشدها نسخنها مزيان، ملي غنسخنها غنقص لها درجه واحده، يعني اللي كانت على 5 غنخليها على 4 باش ما طيبش ليا ديك الحرشه بزاف، ما طيبش دغيا، سمحوا لي البنات والله، باش ما طيبش دغيا وتحرق وتبقى من الداخل خضراء، نقصت عليها باش طيب على خاطرها، ماشي تاني على خاطرها نقص على 3 3، غتبقى تما ما غاديش طيب وغتسكر، يعني هي الحرشه كتبغي العافيه بين وبين مجهده شويه، وماشي داك الجهد اللي كتعرفوا، وما تكونش ناقصه، الا كانت ناقصه راه الحرشه كتكرم سوا في البوطه سوا في البانيني سوا في البلانشا. هنا انا خليتها كطيب ومشيت البنات نقي السردين، جبت السردين حيت كما قلت لكم كنديروا جوج مرات في السيمانه، دابا غادي نديروا كواري، وجبت واحد نص كيلو الريحانه كنت بغيت نشوي، لا ساعه ما بغيتوش مشوي غنصدق منقيه وديرها شركات وغنطيبو في البانيني، يعني بحال غنشويه حيت كما قلت لكم راه فيها كلشي، فيها ثلاثه شويه وبانيني وبلانشا. هنا راني نقيت وحيدت الجلده، عاد غنغسلو ضروري ديك البصل الكحله يا البنات تحيدوها لان كتجيب السردين مار، وغنحيد الجلده. شوفوا راه فن الحوت، غير استهلكوه دابا، هذه راه وقيتو ماشي مشحم وبنين وزوين من دابا حتى شهر 5. صافي هنا غادي نقي وندوز نسقطرو في شبيكه وندوز نطلع على الحرشه، غادي نلقاها طابت كاع وفوفتات واحد شويه، حيت البنات كنغسل في الحوت وتلهيت على الحرشه، صافي راه طابت غنوريها ليكم، هي راه كتعطل شي شويه، بالنسبه ليا انا نقيت الحوت عاد طابت جاتني هي هذيك. انا غندير شويه الحليب يا فايد، نصيبو شويه القهوه، وعندي واحد البتي بان قديم ماشي قديمه ديال البارح، نسخنو في البانيني غنطفيها ونسخن فيها حيت هنا راه سخونه. وبالنسبه لهذيك قلت لكم ما درتش معكم فيها، يعني ما شديتش عندي في الدار وجربتها قبل حيت فايته عندي،
فايتي عنده كانت هرست لي يعني من احسن البانينيات اللي انا دوست صراحه. هي البانيني بالنسبه اللي ما استطاعتوش يشري بلانشا ويشري بانيني ويشري، هي زوينه كتقري كتشوي الصوصيص كتشوي الكفته. مازال غندوز معكم فيها ندير لكم فيديو غير كما درت لكم على القلايه، غندير لكم فيديو خاص على البانيني والاستعمالات ديالها. انا راه طفيت هنايا، هي واخا كتطفى كتبقى واحد البوره شاعله، ملي كنخدمها كتبقى تشعل الخضراء الحمراء. بالنسبه للدور ما كتاكلش الضو حيت كتطفى اي حاجه. ها انتم البنات اي حاجه ما كنخدموش بها بزاف ما كتضلش كاع النار وهي في الضو، راه ما غتاكلش الضو. يعني كنخدموها بها مره مره، وعاد فوق هادشي كله كتوقف كتسارح كتعيا وكتسارح كتسارح، هذيك الوقيته كتكون هي مابقاتش خدامه بالضو. صافي واخا كتبان لكم هاد البوله ما كتجرش الضو. ديما خذوا البانيلي كل واتا طالع لانها كتبقى ديما هي الاحسن، كتكون كطيبه البنات دغيا. شوف هنا هادو راه كما قلت لكم راه تحمروا ونوريكم كيفاش يجيو من الداخل، راه كتجي طيبه الحرشه فيها وكتجي فنه. البنات اللي عندهم البانيلي غيديروا فيها الحرشه، شوفوا الحرشه ديالها شحال زوينه. هادي الخل اللي طابت حيت هادي سخونه اكثر من هادي، انا كنقول الله اعلم ممكن تجيني هادي سخونه. هادي طيبتها بحال البيض خاصو يكون هو هذا، انا حمرتهم شويه ها ولكن معليش كما قلت لكم مشيت لهيت عليها. بالنسبه للتعطال ما كديش ماشي بحال المقله كطيب بالزربه لانها ثقيله، يعني راكم عارفين الضو الدور كيطيب غير بشويه عليه. صافي دابا غادي ندير قهوه باش نوجد سميتو، غنصايب واحد الحوته الريحانه هنا. بعد مرات كندير الريحانه الحوت هنا، غير هي كتبغيه ليا بالربيع ما كتبغيش ليا مشوي ومبغاش تاكله. غندير لها شويه الربيع، راه كما شفتوا خليت الحوت جتو صين واحد جتو على حساب الكواري. انا دابا ما عرفتش واش نطيب الغدا ونتغداو عاد نخرجوا للبال اولا نوجدوا تنجيو نصبوا على حسب الا قدرت. دابا الا ما تغديناش ما غاديش يمشي عندنا المورال. خصنا نتغداو ملي غنتغداو يجينا النعاس، ولكن الا تغدي هادشي بغيت نقول لك الا تغدينا يجينا النعاس ما نقدروش نقدر نوجد كل شيء ونخلي حتى العشيه ونجي نطيبوا. المهم البال خاصنا نمشيو ليه ان شاء الله اليوم لان انا راه حلمت بيه. عرفتي شنو طالع لي الدم من النعاس؟ هي راه كتموت على حوايج البال، ولكن راه كتلبس شي بياس ديال البال والله ما تقولوه بال. يسولوها تيقول لها عرفتي شي حاجه الفن، شي حاجه الفن. خصكم تكونوا كتعرفوا تناسقوا الحوايج، عرفتي تبان لكم اللبسه تقولوا واخدينها من شي مرة. الا بغيتوا شي مرات دير معاكم فيديو كتوريكم حوايجات البال تلبسهم ان شاء الله. الصراحه كتنسق داكشي والله ما تقولوه بال. راه في البال شوف شدريكم قول لها هذا غادي يجي مع قميجه بيضاء. وخاص يكون عندكم الخاطر باش تقلبوا في البال، راه ماشي زعما غادي يقلب، خاص يكون عندكم الخاطر. ايوا كتحل الكوليه الجمعه وكتحل السبت، ولكن غالبا كيحلوها السبت. حنا غنمشيو ان شاء الله بالسبت، وداكشي اللي خدينا غنوريه لكم. انا البال شي حاجه اللي خيروني بين البال الجديد نقول لكم البال. راه كتلقى حضنا لقيت سبرديله لمصطفى ب 5000 ريال، ماشي زعما كاين البال رخيص ولكن الكاليتي كتلقاو الكاليتي. من ناحيه البق ولا ما انا ما خايفاش من البق من البال، لا من ناحيه الاخوات قالوا لي خديجه عندك البق، نيش انا بنات الماكينه والمسخون، يعني ما عندي منش نخاف غادي نغسل مو بالصابون. عندك ساعه ان شاء الله باذن الله. اوكي غنوريه لكم قبل ما نديرو في الماكينه، نجيو نوريه لكم ونديرو في الماكينه ان شاء الله. يلا خليكم معايا نوجد الفطور. بالنسبه للسخانه البنات انا راه ما غاديش نشعلها، نخليها على هكا الاول ديالها، لان الا شعلتها غادي تحرق لي مثلا التيبان سخونه. غنخليها غير على الاول ماشي حتى الواحد، كاين هنايا البنات المينيموم والماكسيموم. كما قلت لكم البنات كاين المينيموم والماكسيموم، انا غنخليها غير في المينيموم. راه كتكون شاعله في البوله الحمراء، وغادي ندير واحد التيبانات هكا هنا هما ما تكتبش هكا يتكالو ونحطهم. دابا بحال دابا الا خفت مثلا الفوقاني تحرق انا غندير ليه كاغط ديال الزبده. هذا راه كنديرو البانيني صافي تنستعملاه. شنو كنت سخنت كرواسه اللوز ودرته عاوتاني صافي غنخليه سخون على خاطر لما يفيض الحليب، حيت هكا هي راه ما طافياش راه سخونه. الطفيه هو اللي تحيدو البريز، كتسمى طفيه يعني ملي تساديو منها حيدو البريز. وبالنسبه للالات الكهربائيه الا بغيتو هما البنات يصبروا معاكم طفيو عاد جروا البريز، ما تكونش هي شاعله وتجروا البريز هكا طفيوها، لا راه كيخسر هذاك الشيء. في هنا حطيت البنات هذيك هاد البواطه صراحه والله الا نفعاتني الا زوينه لقيتها غير خدوها يا البنات. كانت واحد الاخت سولتني وقيله 69 درهم اولا 59 درهم، المهم فايته 50 درهم. صافي كنجمع فيها كلشي كنحطها، ما بقاش نحط في الطباسيل كل نهار وخلاص. ملي كيكون شي واحد راه ما كنحطوهاش، ما كانت اختي حطيتها، ما كانش شي حد ماشي براني ماشي مشكل، كان شي حد براني ما يمكنش نحطو بلاستيك. هذه راه ما كتحيد ما كيحيدوش لها البنات هادو دياولها هاد البلانشا، يعني كتغسل هنا ساهله في الغسيل.
هي غير بقاو تخدموا بهاد الطاغه راه كتبقى نقيه، راه ما كتوسخش. دابا مثلا ساليت منها دابا امسحها، حيت كاينه ديك اللي كتحيد وكتغسل، كاينه اللي ما كتحيد، هذه ما كتحيدش، هي الغسل المسيح راه بالزربه، معها اصلا هاد التيفلونيك ما كيشدش بزاف، كيتمسح وكغد الزبده. بقى لكم ديما نقيه. صافي دابا غنحيد البريز باش حتى هاد البوله هادي هاد الحمراء تطفى. ها هي شفتوا حتى كيحيد البريز كيطفى، مادام هي في البريز راه ما غطفاش. صافي دابا غادي نفطروا يا البنات، ها هو الحليب كيفيض، غادي نفطروا والعسوه ها هي كنديرها الريحانه هكا، واخا كندير فيها الحليب، كندير فيها زيت العود وشويه الحليب، هادي راه فيها السانوج، حبر شاد، عدس الاحمر، فيها كلشي زوينه. نعطي المفطر ونطحن السردين ديال العطريه ديالتو ونصايب لاخر حتى هو، وهذا الشيء اللي كاين. مهم انا غنصور لكم شويه في البار ضروري. بالنسبه للبركه في الحسن البنات، انا غنعاد لكم في الطريق، نعاد لكم ان شاء الله باذن الله. يلا ما تمشيو، خليكم معايا البنات. ما بقيتش درت الحوت للغدا، طلعت لي سعيده كسكسو، الله يخلف عليها، تغدينا بكسكسو. هذا غنخليه للعشاء، حدي الريحانه شويت ليها جوج، واللي باقي ها هو ما خداتوش كله، رانا عمرته هنايا، نتوما عمرته بالربيع وداكشي كيعجبها عامر. هذا طحنته كفته، قلت لي العطريه وكلشي غادي نغطيه به ونديرو في الثلاجه. صافي ان شاء الله حتى العشيه نوريكم هذاك داكشي الاخر اللي بقى نشويه البانيني، تشوفوا كي تيجي، راه كيجي بحال المقلي، كيجي زوين. صافي نديرو في الثلاجه هذا ان شاء الله، العشيه ورد الغدا، رد العشاء، العشاء وغدا. صافي ونك الساعه ان شاء الله نشارك معكم داكشي اللي غنتقدى، نشارك معكم حتى هذا في البانيني. وإلا بقى لي الوقت وعجنت واحد الخبيزة غنديرهم في البانيني، هكا ندير شوية الخبز هكا العشية باش ندوزو الطاجين وغنديرهم في البانيني كيجيو فنين. المهم خليكم معايا، دابا أنا غادي نخرج، أصلا تعطلت دابا تقريبا راه تلاتة، أنا كنقول الربعة ونص ولا الخمسة عاد وصلنا، ماشي مشكل غنوصلونيش نيت مع الكوليات. يلا خليكم معايا تشوفو فين. ها هو البنات الكسكسو اللي قلت لكم جاني مع سعيدة، سكاتو ليا في قصري تاني تاتي، كلينا منو كامل وإن شاء الله الخير. نغطيه ونخليه حتى العشيه، الا كلاو هي ديك ما كلاوش نديرو في الطبسيل ونديرو في الثلاجه. انا كسكسو واخا يبقى يومين ثلاث ايام في الثلاجه كنسخنو في الطبسيل، دوك البيضين المزلجين عرفتوهم وكنحرقو كناكلو تيعجبني كسكسو الصراحه، ما كيطلعش في الراس. ايوا صافي وغنخليه في الدار، كاين مصطفى وكاين ريحانه غيبقاو في الدار، جمعناها بالحق، طرفنا وجمعناها عاد خرجنا باش منين نجي ندوز نيشا للعشاء، وكما قلت لكم نعجن واحد شويه الخبز دغيا. يلا خليكم معايا ما تمشيو فين، انا عندي معايا التليفون ولقيت كيفاش نصور، نصور لخواتاتي. هذايا البنات العصير ديال لي زيبيناغ والبنان، شوفوا طحنتو ليها ولا بحال الفلون، انا عطات تشربو دابا زوين والله الا زوين، ولا وحني كتا شويه حمرين وفمه شويه احمر، حتى ديك الصفوريه اللي كانت في عينيها راه ما بقاتش، راه مخير. وهنايا البنات رانا ركبت في الطوبيس وغدا انا ونهيلة البال خلاتها هي كانت كتحلب صبات الشتا مبقيناش غاديين وطلع لها الدم. بالنسبه للبار كيف حي الحسن يا البنات، درب الراجا وقيلة، المهم راه غنسول لكم السيد راه غيعطيكم النعت اللي كنتقدا عنده، كنمشي عند الاخرين نيت. هنا خديت النمره 82 وشديت البنات النمره 50، ولكن الا مشيتو للمدينه كاع ما تشدو ال 50 كتكون عامره، شدو ديك التسعود هذاك كيمشي اللي كيدوز عليه كيحط حداه خاوي داك الطوبيس وزوين. هنا راه وقيلة الطوبيس الاول هذا، يمكن هذا 82 وصافي البنات. مشينا صراحه لقينا اثمنه زوينه، كاينه 20 درهم، كاينه 15 درهم، كبيبطات ديال البنيات الصغار 20 درهم، البنوارات كاينين 50 درهم 60 درهم، السرابط لي ناب ديال الطوابل، السبرديلات كاينين دوك الماركات، سولت انا واحد السبرديله زوينه الماركه ديال جوردن قال لي 5000 ريال 250 درهم، والحق باغت كتبان جديده وانا ما ديتش معايا مصطفى باش يقيس داكشي فما خديتهاش. المهم اللي بغيتوها كاينه، وحوايج البال الله الا كيبقاو زوين، غير انا جبتهم راه ما شاركتهمش معاكم لان الفيديو كان طويل وقلت نصبنهم، جبتهم نيشان خشيتهم في الماكينه، وتيقولوا لنا تما راه كاينه السلعه ديال الانجليز ديال المانيا اسبانيا، صراحه واش حابسين السلعه فرنسا الله اعلم. المهم هادشي اللي قال لنا الدري، ولكن ما كاينش البق البنات، حيت البنات قالوا لي عندك البق، لا ما كاينش. حوايج نقاين الصراحه مصبنين وكلشي، جناهم درنا دوزتهم لماكينه الصابون، اللي غتصبن بالسخون غنصبنها، اللي غتصبن بالماء دافي غنصبنها. المهم انتم غتشوفوا معايا في الفيديو كلشي. بقيتي يا البنات الرومي هنا واعر واعر واعر، اختاري انا شي حاجه سيري ونوريها لكم، شوف ضروري نوريها لكم.
شوفي هذا الريحانه، شو كبيره صغيره كبير صغيره كبيره الريحانه صغيره شي كيما حاقراها. شوفي هذا كبير ولا صغير؟ ها ما نعرف كبيره صاحبتي. هذا نتحولوا لبلاصه اخرى صافي ناخذ هذوك نمشيو. لا نتحولوا تما 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 زواج واحد نمشيو لبلاصه اخرى. شوفي هذا لا مزوينش اللون خير. شوفي هذا انا بهك بقى بقى كان لا 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 اوفر سايز وما عرفتش انا ما كنفهمش الاوفر سايز لاني مرخي من التحت. طلعت الله لا بس سكتي ما يسكت انا سميتي سكت سكتي. شوفي هذا ما كنسي زوين لكن لا كاين كاين شي حوايج غلط يستاهلوا 600. هذا نعطيه 300 ولكن ما شريهش حيت مسكين رقيق حيت عار رقيق فهمتوا. تلبس شي ريحان وكتلبس ليا الكول كنت ديت لها هذا ما كتبغيش تلبسهم كتبغيش تلبس ليا الكول. شوف هذا خفيف شنو لا عمر مونطو الجاكيطات حتى تما كاين داك الشيء زوين. شوفوا هذا لا شتي المونطو قال لنا قال لك 1000 ريال الاخر قال 1600 والاخر الاولاني قال لك 4000 غير 4000 واحد مشينا عنده 4000 مونطو غالي بزاف. لا 4000 ناخذ جديد لا لا جديد ما غاديش 4000. لا شوفي هاد ربع كاين 4000 قلت لي صورتي ليا انا مثلا على اس ام كيكون داكشي ما فيهش 4000. شوف هذا قدي انا لا 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 مثقوب ولا رهيف ولكن لا صعب انا كياكلوني نيوف ملي كندخل للبحر. جابنا لي لانج جبنا الاحتياطات جبنا لانكول السراوي اللي كتبغي ريحانه اه والله الا كتبغيهم هادو هي انا بغيت سروا الاوفر سايز كيلبسوهم البنات اوفر سايز. هاد الجيل هذا ما يخلوش تلبسهم علام ها سروالي انا البنات لك انه اللي كيحيس من عنقه والله ما بغات تدخل لي راسي عنق العنق جاب العنق لا الكرش التليفون يغرق الصقع اني اغرق غيتفضل لي الصقع وسط البان بقيت كاع نلقاه نطويو معاه نطفي البنات. وهنا راني رجعت للدار البنات صراحه خليت كلشي مقاد جيت كنرد جبت الطيجيره ديالتي غادي نرد البنات العشيوه فرشت خيزو وبطيطه وغادي ندير فوق منهم الكورات ديال السرديل. ما درتش مطيشه انا الصراحه ملي كتولي ب 300 ما تنشريهاش الا الكسكسو والحريره راه كنديروه بنسكر وديال ماتش دابا نشاركها معكم كتجي فن ديك الحريره والله الا كتجي واعره. هنا الاخر تا هو راك شتوه راه عامر معايا درت نصو غديتها به مع خليتها غير هي وخوها والنص الاخر غادي ندير لها غير وحيده للعشاء ما بغاتش بزاف كانت معنا شويه من الكواري وفليفلات فليفله خضراء وفليفله حمراء وجبت داك لاصوص اللي كنتقدى ديما. انا نوري لكم البنات راه زوينه كت وريتها لكم فاش تقديتها ولكن واعره حلوه وكتجيب البنات المريقه خاطره وزوينه وتجي في البيتزا وتجي في كل شيء راه هي شتو. صافي غادي نقطع فلفله غادي ندير سميتو الفلفله وغادي ندير فوق منها الحامض. انا ما كنديرش الحامض مصير كندير الحامض خضر كيعطي واحد المذاق الحوت زوين بزاف. وغادي ندير لاصوص غنسقي به لاصوص درت فيه الزيت العود والزيت العاديه ودرت فيه شويه ديال التحميره وشويه الهريسه وحكيت فيه رويز ديال الثومه رويز واحد ديال الثومه وسقيت به يا البنات هذاك سميتها سقيت فيه الطليجره كتهرب ليا الهضره. شوفوا ديك المقال اللي دايره كنجرب بها ايدي واش غلاضيت ولا باقا هي هي. دابا جاتني كبيره لقيت عرفت راسي شوف كنقيس لا بميزان لا بوالو ولقيت راسي رقاقير نتيق في المقاله ما نتيق في الميزان. البنات انا عجنت العجينه كما وريتكم قبيله درتها هذوك غير خبيزات ديال المقله باش غادي يتعشاو وحيت هاد العجينه كتجي زوينه كتجي ديال البطوط كتجي حتى في هادو في هاد الكوميرات هادو وهادو كتبغيهم نهيله كتديهم معاها هكا للخدمه غنصايبهم دابا ماشي مشكل يبقاو حتى الاثنين حيت كيبقاو في الثلاجه كيبقاو واعرين. درت هنا نتوما واش درت كتموتي على الفلفله والبصله بصله خضاريه والفلفله اللي بغى يزيد الكفته يزيد اللي بغى يزيد الطون يزيد شويه التحميره وشويه ديال الحار ومليحه صافي هادشي اللي فيها وشويه زيت العود باش طايبين كتجي خطيره هاد الحشوه. شتو ما فيهاش اللحم وراه كتجي واعره. انا غنطيبهم في البانيني كيف ممكن طيبهم حتى في الفران
عارف البانيني كيجيو زوينين كيبقاو رطبين. واش هاد الوصفه هادي دايره ماما؟ هادي نفسها فاش كنت كنرقاق كنت كندير مع خبز ديال الطوست وكندير معاها الدجاج. والله هادي هي الوصفه المفضله اللي كانت كتعجبني. ولكن راه زوينه كتجي زوينه. واش هذا كيبقى اختياري ماشي ضروري، شي حاجه درت فيها هادو وشي حاجه صافي وكنشد اللاقيه بحال هكا صافي. انا ركوي ميتي طابت البنات صافي، غادي نرد المقله سخون باش نبدا نطيب في الخبز، حيت هذاك الخبز راه ما كيخمرش بزاف ديال البطبوط كيف تساليو وتكراو وبداو طيبوا فيه. ولي درت معكم اخر مره راه العجينه حطيت معكم كلشي بالتفصيل، داكشي شنو بغيتش ندوز معكم العجينه. هانتوما شوفوا شحال زوينه فنه، الا كنتو غديروها في الفران شرطها بحال هكا وديرها في الفران. ماشي ضروري يكون البنات الكفته وماشي ضروري يكون اللحم وماشي ضروري يكون الدجاج. شوفوا الكمون، جبت الكمون ها هو بغيت نقيه تشتت ليا هنا. هاد الجهه ما كنرش فيها الطحين هاد الجهه، ولكن الجهه الاخرى كنرش فيها حتى هي اللي غتجي لداخل وغنديرها على شكل هكا. كيف ممكن طيبوا البطبوط بحال هكا طويل هكا كيجي حتى هو واعر وتعمروه. غير انا كنشدو ندير ليها هكا وندخل كلشي للفران ولا في البانيني ونطيب. انا هاد البصله الخضاريه دابا راه جايه لقيتها قدامي شريت قبطه كنبقى ناكلها اللي حتى كيولي فيها هي البنات هذاك القابو هذيك العصايه اللي كتكون في القدام ديال البصله عاد كنحبس. وما انا ملي كتخرج وانا كناكلها حيت زوينه بزاف. واحد البنت وقيله كتكون غانا في المغرب واش في الشمال ولا قالت لي كتهاوشيني وحنا باقا ما وصلت عندنا. اختي حنا موجود دابا شريتها ب 80 داك ناشيتها ب 50 المهم كل مره بشحال كت. والبطاطا يا البنات نزغرت ولات ب 80 ريال باش شريتها اليوم. واي شتو يلا انا غنكمل وندوز نحط البانيني ونحط المقله نطيب البطبوط تما ونطيب هذا هنايا وصافي. ها هي البنات الكويميله تقريبا طابت بقت كانت خاصها ملي حزتها صافي. نقص عليها مزيان وما نطفيش. دابا هنا درت المقله سخون باش نبدا نعجن نبدا نخبز وغنحط البانيني تاعي نبدا نطيب فيها صافي. غادي نكمل دغيا نكمل دقه وحده تفلي يا البنات كي راه مشيت الناس ما غاديش تعس غادي تفلاو علينا هنايا. شوفوا راه كبيره هادو راه كبارين البنات راه ماشي صغارين. وغنزل عليهم ما نوركش ما نوركش بزاف هما اصلا هما يخرجوا مطراسين مشي شوف البطبوطه ونسول البنات شتو والله درتهم قلت غنطل بانيني كيجي بانيني في نفس الوقت كطيبيه وكلش وممكن تعمروا باي حاجه. بالنسبه اللي بغى العجينه تاع هذا الخبز هذا غنخليها لكم العجينه هي الاخر ديال اخر فيديو غنخليها لكم في صندوق الوصف. نفس العجينه البطبوط هي هاد العجينه تاع هذا كتجي واعره ما فيش الفور صافي الفرينه والفينو. هما يا البنات طابو كيطيبو كلهم من بلاصه وحده كيطيبو كلهم في دقه وحده من جوج جوايه يعني ما تقلبو ما حتى حاجه. شوف نمسحو وندير الفريز تقريبا عندي هنا واحد جوج طيبات هاني ساليتهم صافي. هنا في الاول ما تهبطوش بزاف غير شويه بحال كتقرصها شويه صافي. ها البطبوطه البنات درتو في ديك المقله اللي عندي هكا مشرطه درتو في هذا نسى نحل لكم وحيده صافي غنكمل الطياب ونرجع معكم صافي. هذه هي الاخرى البنات هذه غادي نخليها هكا وغنطيبها وهذه شاطت وحيده. هادو راه كيبقاو في الفريكو البنات هما هما ملي تجبدو غير كتسخنو حتى هاد الخبز راه كيجي رطب زعما. دابا شوفوا قداش كانت هذيك بحال قرصناها هي ما تقرصوش كي قالت الاول بوز خليو وديروا راه كيجي عرفتو كيجي رطب وزوين. ها شوفوا هنا طلق في داك الفرماج على اخر هذاك ما طابتش. نكمل البنات ثاني بهادي. انا غير رشيت شويه الزيت باش ترشوا ما ترشوش صافي ونصيب لها طيب على هاك صبايعي يا البنات وهما باش كنشقى تو راه حق الله ما عرفت مالي وانا شديت المقله كيسحابلي غنشد في العود وعوض نحط عليه حطيت عليه الحيه درت ليه هوك. هاد العجينه البنات غير اعتمدوها في الكومير اعتمدوها في عرفتي راه كتجي زوينه. شوف شحال
شوفوا شحال زوينه يا البنات، كتجي فنه، كتجي مفشفشه. هانتوما يا البنات شوفوا، ديروهم ساهلين، ما طيبوا في مقله، ما طيبوا يا البنات في سميتو شي يقولوا ليه فران، غير قرصوا وساليو ورجعوا طيبوا في البانيني فنين كيجيو. مزرمه دايره الكفته لا والو، والله الا هكا الا حسن من الكفته. هادو راه كنت حاطاهم البنات في الاول، يلا بديت في القناه كنت كنديرهم هكا وكنديرهم في البانيني، غير انا كنت كنديرهم دايرين. يا كويا البنات كيجيو حارين، كيجيو بنين، نجربوهم الاخوات وعجبوهم بزاف. وكان ولا هاد الفيديو ما عقلتش عليه، راه قديم، كانوا دخلوا عندي منه بزاف الناس اللي جربوا هاد هادو وعجبوهم بزاف. صافي، وهذه هي البنات الناشفه، هذه الناشفه سياره كتجي زوينه. انا بغيتو هكا الفطور مع شويه العسل شويه الزبده، كتجي فنه. الله ما متى في الطحين بحال غتقلى، ها تقريبا راه طابت. دابا كوني عريتها راه غتحمر، هاي بدات كتحمر، شتو صافي راه طابت وتكرملت. سمعوا داكشي ديال اللي شاف، كتجي فنه. هانتوما راه طابت وتحمرات، بغات تاكل شويه الكواري وتغدات بيه. انا غير بغيت نشارك معكم هذه، مع القبيله كانت مزروبه ما شاركتش معكم السر ديال. شوف شحال كيجي زوين. انا درت غير الفرينه، ما درتش السميده، كون درت السميده غادي تجي ديك المسم، ديك المسمنه ويلي تلفني مسمن، غتجي ديك الحوته حرشه وزوينه. هنا غادي ندوز معكم البنات للتنظيف ديالها ولا الغسيل ديالها. انا راه حليتها باش نغسلها مزيان، حيد داك الكاغط اللي درت فيه الحوت. بالنسبه للبنات اللي كيبقى لهم الحوت ديال الريحه ديال الحوت في المقالي ولا في البانيني ولا، ورشوا غير خل، سخنوها ورشوا الخل، كتحيد الريحه ما كتبقاش. انا تما راه كنخوي الماء، علاش؟ حيت كاين داك المجر كيهبط ليه الماء، كنبقى ندوز عليها هكا بالصابون، وتكون شي درت لها مزال غير الشبكه، حيت هادشي باش كنغسل حتى ديك البلانش اللي عندي. بالنسبه اللي غيسولني على لا مارك ديال هاد ديال هاد البانيني البنات، راه لا مارك ديال توريس، راه غنيه على التعريف وماركه زوينه وفنه. كما تنقول لكم من تيقول من تيكون الكارونتي ما تخافوش، راه عامين. هنا شوفوا غادي نجبد المجير، غادي نخوي من الماء. صافي راه غسلتها ونشفتها بالكاغط ديال هذاك البابي سيرفييت، ورجعت فنه وجديده. صافي البنات ساليت، شفتوا ماشي شي حاجه واعره. هاد المجر راه كيخدم فيهم بجوج كما قلت لكم قبيله. صافي غسلتو حتى هو، ملي يكونوا خدامين باش هو يخدم هاد البصل هاد البلاصه. بالنسبه للغشوم الحوت كيفاش طيباتو، كطيب السوسيس زوين، مهم زوينه. انا راه ماشي خدمت بها عاد وريتها لكم، انا حيت ديجا كانت عندي البنات داكشي باش خدمت بها من الكرطونه نيشان معاكم. وصافي هادشي اللي كاين، ندوز على واحد المسيحه هنا ما كتصديش اطلاقا. انا نقول لكم الثمن دابا، نشوف البنات الفيديو الا كان طويل انا ما غاديش ندير معكم الحوايج ياك، وعلى ما نصبنهم نيتو. إذا كان الفيديو قصير يعني ما بغيتوش يكون طويل بزاف، كاين بعض الاخوات ما كيبغوش الفيديوهات طويل. إذا كان فايت 30 راه بزاف، انا من راسي نقول لكم بزاف. هذه البنات العلامه ديال باتوكس، هذه الورقه يا البنات ديال لاغارونتي، هي هذه. هنا راه غير سردات ليا دابا البنات، راه جبتها من الكرطونه. ها هي خوخه الموقع باتوكس، ها هي سيرتيفيكا دو غارونتي. بالنسبه لاغارونتي البنات الضمان ديال عامين، والحاجه ملي كيكون فيها الضمان خذوها بعينكم مغمضين. بالنسبه للضمان شنو كيشمل؟ ما كيشملش التهرس، يعني طاحت لكم وتهرست راه ما تعوضوكمش لانها تهرست لكم. كيشمل الا هي تحرقت، وقع فيها شي مشكل داخل، نتوما خدامين بها حتى ما بقاتش خدامه، ديك الساعه ممكن ترجعوها كيقادوها لكم على حسابهم هما مده هذيك المده ديال عامين. صافي صافي هادشي اللي كاين. بالنسبه للثمن 579 درهم، بالنسبه لا ليفريزون 20 درهم في المغرب كامل. قراو البنات الورقه مزيان، ملي تدخلوا للسيت قراو قراو ما لكم وما عليكم، راه كيكونوا حاطين كل شيء، تيكونوا حاطين اي حاجه متعلقه بالمنتوج داخل السوق كيكونوا حاطينها في السيت، فهمت يعني؟ بقاو تحققوا من الحاجه. وهادشي اللي كاين، اي معلومه خاصه بهذا البانيني غنخليها في اول تعليق ديالي، وغنحط الموقع والانستغرام والواتساب، خليو غير ميساج
وراه غادي يجاوبوكم وصافي. هنا غادي يكون سهل الفيديو، الا كما قلت لكم لقيتو شويه طويل ناقص انا غادي نزيد ان شاء الله الحوايج. هنا غادي نقول لكم بالسلامه عليكم، خليت لكم الراحه وفي امان الله.